سلام البنات، كنتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير. واليوم ان شاء الله غنشوفوا مع بعضياتنا الطريقه ديال تحضير الجبن كريمي بحال فيلادلفيا، ماشي بحالها ولكن جا هو نيت جا هو نيت تاتي المذاق وكلشي جا نفسه. مهم ان شاء الله غنشوفوا مع بعضياتنا المقادير، وكيف ديما لعجبكم الفيديو ما تنساوش انكم تشجعوني وتشاركوا في القناه ديالي اللي مازال ما مشاركش، يضغط على المربع الاحمر ويفعل الجرس باش الى حطيت انا شي فيديو جديد يجيكم الاشعار ديالو. شكرا لكم بزاف. هنا البنات النيترو ديال الحليب اللي هنا لقيتو خاسر، يعني ماشي ترود الحليب صالح، لقيتو خاسر وقلت يعني افضل طريقه انني ما غاديش نضيعو، غادي ندير به هذا الجبن الكريمي. فدرتو على البوطه حتى يسخن، صافي يلاه سخن وبدات يتقطع بحال هكا، يا كيتعزل الماء بوحديتو وهداك الشيء الاخر تيهبط لتحت. زدت عليه جوج ديال العلب نتاع دانون يوغورت مسوس طبيعي، وبديت كنحرك غير بشويه وكنتسناه يحتل كله لتحت، يعني يطلع الماء الفوق ويبقى لهداك الجبن لتحت. صافي غادي نشد واحد البانيو، واحد الصفايه اللي يكون عويناتها صغيورين بزاف، اولا اللي عنده زيف حياتي يكون حسن، وصافي غادي نديرو يبقى يتصفى اي بشويه وغادي نصفيه. صافي نخليه حتى يتسقطر، ما نسقطروش بزاف بزاف يعني حتى غنقصحو يرجع قاصح، غنخليه غير واحد شويه وصافي وغنستعملو. خليه تقريبا غير واحد ربع ساعه كتسقطر. هاد الماء ديالو البنات عجنت به بيتزا وعجنت به القرص، غنحط لكم التصاور في الاخر تشوفوهم. هنا البنات بعد ما تسقطر هانتوما ما غاديش نخليه حتى ينشف مره، حيت بغيت ندير يعني الجبن اللي بغيت ندير يكون كريمي، ما غاديش ننشفو كاع في مره نسقطرو من داك الماء ديالو كاع في خطره، كنخليه بحال هكا. هنا فواحد الميكسر ولا مولينكس اللي ما عندوش هذا ديال اليد يدير التراب الكهربائي، درت هنا واحد ربعه ديال القطع ديال الجبن المثلات فرماج، هذاك الفرماج المثلث العادي. غادي ندير معاه واحد معلقه ديال الزبده هكا، واحد معلقه صغيره ديال الزيت، الملحه راه درتها في الاول ديال الجبن ملي كنت كنسخنو، درت معاه شويه ديال الملحه، هنا نص معلقه اللي ما بغاش يدير الزيت ما يديرهاش. صافي غادي نبقى نحط هذاك الجبن، غادي نحطو كامل ونبدا نخلط فيه. نتوما على بالكم البنات كيفاش كيولي، كيولي بحال شي موس، حيت انا ما عنديش كندير نبقى حتى التليفون و كنضرب بيدي. المهم هانتوما كيفاش كيجي، الا بان ليكم ثقيل وبغيتو تزيدو شويه من هذاك الماء ديالو باش يولي كريمي اكثر، يمكنك تزيدو من هذاك الماء اللي تقطر هذا، يعني يمكن نخليها بحال هكا. المهم انا غنزيد نخلطو شويه ونرجع نتلاقاو. ها هو البنات الجبن ديالنا، وجد شبيه ديال فيلادلفيا اللي كتباع في الحوانت، والله حتى كيشبه المذاق ديالها، ماشي تقريب ليها بحال تقول هو، يعني بنادم الا ما عرفش بان هذا الجبن تصوب في الدار غادي يقول بان بصح الجبن تاع فيلادلفيا مذاق نفس المذاق، مختلف عليه حتى شي حاجه، كيجي واحد المذاق غزال والله البنات. كنتمنى انكم تجربوه، وكيف ما قلت لكم راه درتو بالحليب خاسر، يعني ماشي الحليب
باش غنفطر الصباح لقيتو خاسر، صافي قلت ان فكرة اننا نجربو، ماشي نجربو، فكرة انني نديرو، حيت اكتر يعني كيخسر الحليب تنديرو بحال هكا، اولا داك الجبن اللي كيكون شوية عاقد. فكرة زوينة وكنتمنى انكم تجربوها، هتردوا عليا الخبر كيفاش جاكم فيلادلفيا المزورة. وهكا كيجي الجبن ديالنا او بلا فيلادلفيا ديالنا هكا كتجي. المهم انا كتعجبني بالزعتر شويه ديال الزيت، كل واحد يدير اللي بغا، تبقى بحال هكا كينسمها باي منسمات اللي عجبو. المهم اهم حاجه انكم تجربوها، والله حتى كتجي غزاله غزاله غزاله.